سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. اليوم انا دخلت من الخدمه دابا، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم الروتين اللي كندير من وراء الخدمه. شنو هما لي برودوي اللي كنستعمل؟ غادي ندير واحد الوصفه هكا خفيفه ظريفه سهله للعشاء، وكتجي زوينه وما فيهاش مكونات بزاف. بقاو معايا، غنبدا معكم باول حاجه اللي هي ديجا شاده في يدي. اول حاجه كنغسل بها وجهي هي هاد البرودوي هادي ديال اس في ار، هاد الغسول ديال الوجه راه زوين بزاف، وكتلاحظي فرق كبير ملي كتغسلي بيه من قبل ومن بعد. كاين فيه هاد العبار هذا، ما عرفتش شحال هادي واقيلا السيترو، ما نعرف، دايره شي 130 درهم، وكاينه صغيره توب صغيره كدير 80 درهم. انا ديجا كانت عندي ديك تيوب صغيره وسالات ليا، وهذه ديال اختي، غير بغيت نوريكم شنو هو البرودوي حيت ما بقاش عندي. راه زوين بزاف، وفيه فيه جوج ديال الانواع، ما فيش البارابين بعدا، هذه حاجه زوينه، وفيه اوميغا 3 اوميغا 6 اوميغا 9. زوين بزاف الوجه، والله كنصحكم به، وفيه واحد الريحه زوينه بزاف، وكيحيد داك النشوفيه اللي كتكون في الوجه كيحيدها، وراه ما فيهش راه سون صابون. من بعد غادي بقاو معايا، غادي نوريكم شنو الحوايج اللي كندير من ورا هاد ملي كنغسل بهاد البرودوي هذا. بعد ما كنغسل بهداك الغسول ديال اس في ار، كنمسح وجهي بالطونر. كاين هذا الطونر هذا ديال غارني، راه حيت بقى لي فيه شويه درتو في هاد القريعه هذه، خويت داكشي اللي بقى في هاد القريعه، كنخدو مزيان وكنديرو في هذيك في القطن، وكنمسح به وجهي من ورا ملي كنغسل. سينو كنمسح بهذا ديال مورد والكاموميل. ما كانش عندكم هادو بجوج، ما كانش عندكم هاد لي طونر، تقدروا تستعملوا مورد، راه حتى هو كيعطي افي زوين، وكيخرج، وكتلقاو ديك القطر ملي كتمسحوا به كتلقاو فيه الوسخه. نتوما غتشوفوا ملي غنمسح وجهي ونمسح عينيا شنو غادي نلقى في هذاك القطر. كنمسح بهذاك الطونر، هاد الماسك هذا كنديرو مره في الاسبوع، انا درتو دابا شي دو فوا. زوين بزاف، كيحيد لي بوان نوار، كديرو في البلايص اللي عندكم فيهم لي بوان نوار، بحال جيت النيف تحت من الفم كيكونوا فيه بحال لي وجه دهني، كيكونوا عنده بزاف لي بوان نوار في هاد البلايص هذا، في النيف وفي جيت النيف وتحت من الفم. كنديرو مره في الاسبوع، راه فيه الكولاجين، الكولاجين راه ديجا خطير لابو، زوين. دونك قلت لكم كنديرو مره في الاسبوع. من بعد كندير هاد فيتامين او. فيتامين او غني عن التعريف، وراه اش نقول لكم، ملي كتبداو تستعملوه كتلاحظوا الفرق بزاف في وجهكم، كتحسوا به مجبد ايدغاتي، زوين بزاف. انا كنديرو من الليل وكنديرو في الصباح، كان ماصي به وجهي وكندير في الصباح، بالليل راه كنديرو وكنعس، سينو كنديرو في الصباح وكندير من فوق منه ليكرون. هاد الكريم هذا ديال الفوم ديال لالويفيرا كنصحكم به، راه خطير. كنديرو بالليل ملي كنبغي نعس، حتى كندير داك الفيتامين او كنديرو، زوين بزاف، كتحس ما كيبقاش فمكم هكاك مشنتاف، كيرطب بزاف. الا ما بغيتوش ديروا بالنسبه للوجه، ما بغيتوش ديروا، ما عندكمش هذيك فيتامين او، كاين هذه هيمالايا، هذا فيه حتى هو الفيتامين او، حتى هو زوين، جربته وزوين. شنو حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، كاين هذا ديال كريم دو جور، حتى هو زوين، فيه المورد، الاكستري ديال المورد والكاموميل، هذاك جمع هذيك هذاك الطونر اللي وريتكم قبل، هذا كنديرو في الصباح، حتى هو فيتامين او وليكرون. جو بونس هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. من بعد غادي نوريكم، ندير لكم واحد الفيديو على هاد المكياج اللي كنستعمل، شنو هما البرودوي اللي زوينين، شنو هما البرودوي اللي ما زوينينش، اللي جربتهم وعجبوني واللي ما عجبونيش. دابا ندوزو للوصفه اللي غادي نوجد العشاء ان شاء الله. غندير بسيطلات معمرين بالفيرميسيل وبلا داند، لا داند ولا دجاج اللي بغيتو نتوما، ما كنحتاجوش فيهم مقادير بزاف، وكتجي وصفه خفيفه وزوينه للعشاء. شنو كنحتاجو فيها؟ كنحتاجو الفلفله مقطعه صغيره، لا داند ولا الدجاج مقطعين صغار، البصله حتى هي، القزبور والمعدنوس، الثومه،
ورقه ديال سيدنا موسى، الاعشاب المنسمه، انا كنستعمل ديك القريعات هادو ديال لي زيرب دو بروفونس كيعجبوني بزاف، البصله سمول، شويه ديال الهريسه، الفيرميسيل كنستعمل هذيك الفيرميسيل ديال الرز كما كنقول لكم ديما، ما كتعجبنيش ديك الفيرميسيل الاخرى، الملحه، العطريه، الزيت، ورقه ديال البسطيله. انا هنا درت هذيك الورقه ديال البسطيله الكبيره حيت ما لقيتش هذيك الصغيره، دونك غنضطر هذه الورقه ديال البسطيله اللي كبيره نقطعها على جوج. اول حاجه كنبدا بها، ديجا سخنت عندي هذيك البوال، غندير فيها الزيت وندير فيها البصله والثومه، نشحرهم ونزيد عليهم هاد لا داند ونخليهم حتى يتشحروا معايا مزيان، ونزيد المقادير الاخرين. بقاو معايا وغتشوفوا المراحل ديال هاد الوصفه هادي.
دابا بعد ما وجدات عندي هذيك الحشوه غناخد هذا لومبورت بياس، هذا السيركل الداير الصغير هو اللي كندير به الفورمه ديال البسطيله. كنسرح هذيك الورقه ديال البسطيله وسط من هذاك السيركل ونعمرها بالحشوه ونسد عليها. هاد الاولى غير كنسد عليها عادي، كنشد ورقه ديال البسطيله اخرى هي اللي كندور فيها هاد الاولى باش نقدر نشكلها وريضه ولا نشكلها شي شكيل باش تجي في المنظر زوينه. هانتوما غتشوفوا كيفاش غادي نشكلها وريضه. دابا بعد ما جمعت هذيك البسطيله الاولى غنديرها في وسط ورقه ديال بسطيله واحده اخرى. غنشد بايدي، انا كنتني وانا كندير الزبده كنتني، غير كنهز هكا الطرف ديال الراس ديال الورقه ديال البسطيله وكنحطو على الاخر، نهز الراس ونحطو على الاخر. غتبقاو دور دور فانتكم غتلقاوها راه وريده تشكلات عندكم، راه سهله. انا راه هانتوما راه واخا كنخدم باليمنيه انا كندورها غير بالكوشيه، شتو في الاخر غيشد لكم واحد الطريف غدوروه على شكل وريضه. ها نتوما كيجي المنظر ديالها زوين وشكل ديالها زوين. وديروها في العبار اللي بغيتو، ديروها كبيره شويه غادي ديروها، بغيتو ديروها موين ديروها. انا درتهم صغار بحال ما هكا، وهذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف. هانتوما البنات انا وريتكم دابا جوج ديال الطرق باش تصايبوا هذيك الوريده ديال البسطيله. الا خفتوا منها ما تحكموش فيها تقدروا تخليوها في لومبورت بياس، سينو تقدروا تحكموا فيها ديروا الطريقه اللي درت الاولى، انكم كديروها في الورقه ديال البسطيله الحشوه، كديروها في الورقه ديال البسطيله الاولى وكتحيدوها من هذاك لومبورت بياس وعاد كديروا كتشكلوا ديك الوريده، سينو كتخليو ورقه على ورقه وكديروها في وسط هذيك لومبورت بياس، كتجروا الورقه الاولى كتسدوا بها كتسدوها وكتعاودوا ديروا ديك الورقه الاخرى باش كديروا بها الوريده. ها نتوما نفس الشكل كيخرج، وراه كتجي زوينه والمنظر ديالها زوين هكا، كتعطي منظر زوين. ومني كتكرمل هذيك الورقه من الفوق كتعطي واحد الشكل فن بزاف يعجبكم. غنبقاو بحال هكا تنكمل البسطيلات ديالي كاملين ونوريكم الشكل النهائي ديالهم، بقاو معايا.
البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالي ديال البسطيله بالفيرميسال ولا دانت. كتجي بحال ما هكا، كتجي مقرمله وزوينه وداك اللون الذهبي. انا كنبغي نخليها بحال هكا باش كتجي مقرمشه مزيان. كنتمنى منكم تجربوها وتردوا عليا، راه غتعجبكم بزاف. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى منكم اللي ما مشتركش في القناة ديالي يشترك، يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. ومرحبا بكم عندي، وكنتمنى يكونوا فيديواتي خفاف وزوينين وفيهم شي منفعة. ونتلاقاو في فيديو جاي، وبسلام عليكم.